مدينة عائمة على بحر من النفط توفر 90% من موازنة العراق الضخمة سنوياً، لكن واقعها يقول شيئاً آخر تماماً. فالبصرة التي توصف بعاصمة العراق الاقتصادية لم تتغير منذ 3 عقود، والخدمات مصدر للشكوى، ناهيك عن بنية تحتية ليست كما ينبغي لها أن تكون، رغم أن موازنة البصرة تتجاوز 4 مليارات دولار. ارتباط السياسيين في المحافظات ومنها محافظة البصرة بالمركز، أي أن هناك رؤساء لهم في المركز هم الذين يوجهونهم، لذلك هذا يؤثر على البناء كما يؤثر على السياسة. الحكومة المحلية في البصرة تشكو من طول الفترة الزمنية للحصول على موافقات الحكومة المركزية على المشاريع تتجاوز أحياناً 7 أشهر، والاستثمار معطل منذ 10 سنوات بسبب عرقلة الحكومة المركزية تطبيق قانون إدارة المحافظات. السبب الرئيسي هو قلة الصلاحيات التي تعطى للمحافظات من قبل المركز. احنا شرعنا قانون 21 المعدل الذي ينقل صلاحيات كاملة إلى المحافظات، وأيضا يعطي للبصرة 5 بتر دولار، لكن مع الأسف وقفت الحكومة المركزية أعتقد لأسباب سياسية. البصرة تمتلك 5 موانئ تجعلها رئة العراق الاقتصادية ومنفذه الوحيد على البحر، لكن توزيع العائدات يبقى محل خلاف. تأخر إقرار البرلمان لموازنة هذا العام تسبب بتعطيل أكثر من 600 مشروع في البصرة، كما أن المحاصصة السياسية عززت هيمنة بعض القوى السياسية على مفاصل صناعة القرار فيها. طارق ماهر، سكاي نيوز عربية، البصرة.